هنا عندي طول القطعة المستقيمة ام ان، هنا هاي ام ان على ان كي يساوي لي اي بي على بي سي. إذن x على x زائد 4 يساوي لي x على 2 على x ناقصا 4، حاصل ضرب الوسطين في الطرفين. ال x مضروبة في x ناقص 4، إذن x في x، x تربيع ناقص x في 4، 4x يساوي x على 2 مضروبة في ال x زائد 4. نضرب كلها في 2 أتخلص من المقام، إذن 2 في x تربيع، 2x تربيع ناقصا 2 في 4 8x يساوي، هنا 2 ويا 2 راحت، تبقى x في x زائد 4، إذا 2x تربيع ناقصا 8x، أوزع ال x على القوس، x في x، x تربيع زائد x في 4، 4x. إذا أجيب ال x تربيع يم 2x تربيع، وأودي 8x يم 4x. إذا تصبح المعادلة 2x تربيع ناقصا x تربيع يساوي 4x زائد 8x. إذا x 2 يروح 1، x تربيع يساوي لي 4 زائد 8 12x. إذا نصفر المعادلة، x تربيع ناقصا 12x يساوي صفر. نستخرج الـ x عامل المشترك فحيصير x، وبـ x ناقصا 12 يساوي صفر. أما x يساوي صفر، أما x يساوي صفر يهمل، ماكو طول ضلع يساوي صفر، or أو x ناقص 12 يساوي صفر، إذا x يساوي 12، إذا x يساوي لي 12. إذا هنا الـ mn يساوي x وهو 12، طلعنا هاي الـ x هنا، هذا mn تساوي 12، وهنا 12 زائد 4 16، 12 زائد 4 16. سؤال الخامس، عندي مثلثات 2 similarity. The two triangles ABC و KMH، هاي مثلثين دول 2 are similar، متشابهين، واحد يشبه الثاني. The area of triangle ABC، المساحة المثلث ABC is the double of، يعني twice يعني ضعف، double يعني ضعف، twice of the area of a triangle KMH، يعني مساحة المستطيل ABC ضعف مساحة المستطيل KHM، double يعني twice يعني ضعف. What is the length of the AB، يريد طول الضلع AB. مثلثان KM ABC متشابهان، مساحة يعني مساحة المثلث ABC ضعف المساحة المثلث HKM، ما طول AB. هنا عندي المساحة الأولى على ضعف المساحة الثانية، يعني المساحة الأولى مساحة ثانية قلنا ضعف المساحة الأولى، إذا أي واحد الأريا المساحة الأولى مساحة المثلث الأول على ضعف اثنين المساحة الثانية يساوي لي HK تربيع على AB تربيع، HK تربيع على AB تربيع. إذا أنا عندي واحد على اثنين راحت المساحة ويا المساحة، يبقى لي واحد على اثنين يساوي ثمانية تربيع على AB تربيع مجهول، ثمانية تربيع هذا ثمانية على AB تربيع مجهول. إذا واحد على اثنين يساوي 64 على AB تربيع مجهول، حاصل ضرب الوسطين في الطرفين، الاثنين مضروبة بال 64، إذا AB تربيع يساوي 64 في 2، ناخذ الجذر التربيع للطرفين، ال 64 جذرها 8 وليبقى جذر 2، إذا AB يساوي 8 جذر 2. عدي السؤال السادس، مثلثان هنا KHM هذا المثلث والمثلث ABC متشابهان. جد مساحة ومحيط المثلث ABC، هذا أريد محيط ومساحة المثلث ABC، علما أن محيط المثلث KHM هذا الصغير يساوي 18 سنتيمتر، مطين المحيط مالته ومساحته تساوي 15 سنتيمتر مربع، مطين محيط المثلث الصغير KHM مساحته والمحيط مالته، يريد مساحة المثلث ABC ومحيط المثلث ABC. The two triangles ABC and KMH are similar. Find the area and the parameter of the triangle ABC. هنا عندنا مطينا مساحة المثلث هذا 8، مطينا 18 أسف محيطه ومساحته 15 سنتيمتر مربع. أنا عندي بما أن مثلثين متساويين أو متشابهين، هنا عندنا متشابهين. زين، إذا نسبة المساحتين متساويتين، المساحة الأولى مع المثلث أي تربيع على مساحة المثلث الثاني بي تربيع متساوية، وأيضا محيط المثلث أي على محيط المثلث الثاني بي متساوية، نسبة متساويتان. إذا نقول أي واحد المساحة الأولى على المساحة الثانية يساوي بي سي تربيع، بي سي تربيع على اتش هذا ام اتش تربيع، ام اتش تربيع
إذن أي المساحة من المثلث هنا الأول مجهولة على مساحة المثلث الثاني 15 مطينا مساحته 15 أي واحد على 15 يساوي 8 تربيع على 6 تربيع 8 تربيع على 6 تربيع إذن هنا أي واحد يساوي 15 في 8 تربيع 64 على 36 إذن نختصر يطلع الناتج 6 نضرب 16 في 5 متقسم على 3 طول المساحة الأولى طلعناها من مثلث ABC تساوي 26.6 سنتيمتر تربيع. هسه نطلع المحيط مالته باراميتر. إذا محيط المثلث الأول على محيط المثلث الثاني P1 على P2 يساوي BC على MH. إذا P1 مجهولة على المحيط المثلث الثاني الصغير 18 يساوي 8 على 6 أيضا حاصل ضرب الوسطين في الطرفين P1 يساوي 8 في 18 على 6 فيطلع الناتج 24 سنتيمتر. هسه نجي نقرأ التناسب الهندسي إحداثيا هنا dilation in the coordinate plane dilation in coordinate plane هنا إذا كان تناسب هندسي منطينا معامله الهندسي M نجد صورة النقطة XY فنضرب شقد ميطين المعامل هنا الرقم نضربه بالأحداث الX وبالأحداث الY نضربه بالأحداث الX والأحداث الY هذا الكوفيشنت المعامل نسموه كوفيشنت هذا M. هنا نجي نحل السؤال صفحة 49 سؤال السابع مطينا مثلث ABC is a triangle وير النقطة أي إحداثياتها 6 بالX و0 بالY والنقطة B إحداثياتها سالب 3 بالX و3 على 2 بالY والنقطة C 3 بسالب 6 بالY find the image جد صورة المثلث after minimizing يعني بعد التصغير إن K مطين الK هنا الM المعامل 1 على 3 الكوفيشنت اوكي هسه مثلث ABC النقطة A من طيان احداثه والC والB جد صورته بعد تصغيره بمعامل 1 على 3 علما ان مركز التناسب هو نقطة الاصل. اذا احنا قلنا اذا ينطينا المعامل بالسؤال هذا 1 على 3 نضربه بكل نقطة ABC كل نقطة نضربه بالاحداث الX بالاحداث الY اذا النقطة A 6 بالX و0 بالY اذا اي فتحة شحصي نضرب 1 على 3 بال6 ونضرب 1 على 3 بالصفر 1 على 3 في 6 1 على 3 في 0 نضربه بالاحداث السيني والاحداث الصادي اذا شو حصير النقطه هنا شو حصير النقطه 1 على 3 في 6 2 1 على 3 في 0 0 اذا النقطه اي فتحه جديده 2 بالاكس و0